حتى العائلة ما تكون موجودة، لأنه كل عائلة من عائلاتنا هي كنيسة صغيرة اللي فيها الزوج أب روحي والزوجة أم روحية. في زمن اللي القدوات اتحطمت، الكنيسة من خلال والدة الإله بتعطينا قدوة لكل واحد فينا، بتعطي قدوة حقيقية عن المرأة. في زمن كثيرين بيتكلموا عن حقوق المرأة وعن المرأة وعن مكانة المرأة، حضارتنا الرومية المسيحية بتعرف مكانة المرأة من خلال أمنا الفائقة القداسة، وهي محفورة في إيماننا في قلوبنا وبحضارتنا. المرأة مش هي سلعة رخيصة تباع، ولكن المرأة هي بقداستها بتقدس عائلتها. المرأة مش هي زي ما بدهم إياها بالزمن الحاضر، وكأنها هي دائما اللازم تستهلك، ولا زي ما بدهم إيانا في مجتمعاتنا اللي كتير مرات بتكون ذكورية اللي فيها نظرة متدنية للمرأة. لا أبنائي، ما نتأثر ولا من هون ولا من غد، ولكن نعود لجذورنا، لإيماننا، لمكانة المرأة من خلال أمنا الفائقة القداسة بحياتنا. وخلينا هيك نتعامل مع أمهاتنا، مع بناتنا ومع جداتنا ومع أرضنا ومع وطننا، لأنه المرأة تربط كل هاي الأمور مع بعضها البعض، وبالتالي مكانتها دائما بالكنيسة بتكون محفوظة زي ما هي مكانة الرجل ومكانة الأولاد بداخل الأسرة. اليوم رسالة الكنيسة هي صلاة من أجل العائلة المسيحية، من أجل العائلة في المجتمع اللي نحن في زمن عمالهم بيحطموا أسس العائلة، قواعد العائلة عمالهم بنسفوها بنشروها من تحت، لأنه هيك المخطط يكون، ما يكون في عنا عائلات، عائلات بمعنى الكلمة للعائلة. والعائلة كتير مهم دورها في الكنيسة ككنيسة صغيرة. ما تنسوا هاي الصفة للزوجين، للأب والأم، الصفة الروحية. هيك اسمعوا لبعضكم البعض، وهيك اسمعوا لأولادكم كآباء وأمهات روحيين، وقتها رح تعرفوا كيف تحسوا بوجع وألم الآخر، كيف تتفهموا الآخر، كيف تتواضعوا وتحترموا الآخر، كيف تحبوا الآخر، وكيف تقدر الأب والأم يكونوا قدوة للأولاد حتى الأولاد يربوا في بيت اللي فيه رأي واحد اللي هو رأي المسيح موجود، يعني مشيئة الله، وما يكون البيت حلبة مصارعة ما بين آراء أو معتقدات أو إرادة الأب والأم، ويكونوا في حلبة مصارعة. ما تخلوا بيوتكم تكون حلبات مصارعة، لأنها هيك أولادكم بنفروا من البيت، وهيك ما بيقدروا إنهم يوجدوا الحضن الحقيقي في البيت. أمنا العذراء بتعلمنا كيف بالصلاة، بالتواضع، بالاحترام المتبادل، بالمحبة الحقيقية اللي منتعلمها منها. هاي هي القدوة في حياتنا. حكيت نحن في زمن حطموا كل القدوات، انتبهوا ما نحطم مكانة يسوعنا الحلو، إلهنا المتجسد، ولا الكنيسة اللي هي جزء لا يتجزأ من يسوعنا الحلو. لأنه كثيرين بيتكلموا وكأنه يسوع شيء والكنيسة شيء. لا أبنائي، الكنيسة ويسوع واحد،
ولا تشوهوا العنصر البشري الموجود في الكنيسة. نعم في الكنيسة في عنصر بشري بخطي بغلط، ولكن الرأس هو المسيح، والكنيسة هي مقدسة جامعة رسولية واحدة. ما تشككوا بهذا الشيء ولا تقعوا في عثرة من العثرات بسبب العنصر البشري الموجود في الكنيسة. لا، ولكن الله يقدس العنصر البشري الموجود في الكنيسة، لأنه نحن كلنا موجودين حتى نتطبب من طبيب نفوسنا وأستاذنا اللي هو يسوع، ونحن كلنا موجودين حتى نركب سفينة واحدة اللي هي سفينة الكنيسة اللي رح توصلنا لمينا الخلاص، لمينا الملكوت. ما في سفينة تانية رح توصلنا ولا للحياة الأبدية ولا لمينا الخلاص سوى هاي السفينة اللي هي سفينة كنيستنا المقدسة الأرثوذكسية الجامعة المقدسة الواحدة.